تفاصيل من كريم زميل العزيز كريم أحمد. مساء الفل يا كريم. كريم معايا؟ كل التحية ليك يا كابتن ميدو، وتحياتي ليك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. مساء الفل عليك حبيبك الدنيا. يلا وصف لنا التمرين بقى عشان نعيش السادة المشاهدين في أجواء التمرين وكل اللي حصل فيه النهاردة. حتى عايز أقول لك الروح المعنوية لدى لعيبة النادي الأهلي وحالة التركيز اللي في كل تدريب بتكون عالية عن تدريب بابلو، ودي يمكن راجعة بشكل كبير للأداء والجهاز الفني وحديثه المستمر مع اللاعبين، تحفيزهم المستمر. ونقطة كمان اتكلمنا عليها كابتن ميدو وحضرتك كنت بتتكلم عليها وهي جمهور النادي الأهلي. عايز اقول لك كل اللعيبه النهارده، بعض اللعيبه بنتكلم معاهم كده قبل ما بينزلوا، مدى سعادتهم في وجود جمهور النادي الاهلي في المباريات الافريقيه، ان شاء الله يكون في مباريات الدوري، ده يعني مزود عندهم الحافز بشكل كبير جدا. بيقولوا لي يعني بيقولوا لي يا كابتن ميدو السعاده يعني الطموح اللي احنا بنبقى نازلين دي اكثر طبعا من الاهلي، لكن جمهور الاخيره ميدو مباراه الاهلي والزمالك والتحفيز المستمر ده اللي احنا بنتمناه. جمهور النادي الاهلي غير مع النادي الاهلي في الملعب، ان شاء الله باذن الله ال 5000 مشجع اللي هيكونوا متواجدين في مباراه كان سبورت باذن الله حادث على خط المسؤوليه، وان شاء الله باذن الله لاعبتنا تكون موفقه في مباراه كان سبورت. النهارده التدريب خطط دي تدريب فني، الراجل بيحاول يصحح الاخطاء بشكل مستمر، مركز على التمركزات على الدفاع، تجهيز كافه اللاعبين. نقطه مهمه جدا في الفيديو، يمكن المباريات اللي سابقه كان في بيستبعد بعض اللاعبين، بيحاول ان هو يركز مع اللعيبه اللي هتطول المباراه، لكن مع الاصابات اللي وقت الكبير اللي بيقابل لعيبه النادي الاهلي سواء مروان اللي بنتمنى له طبعا الشفاء العاجل باذن الله، يعني محطوط شويه مروان، الاصابه مش في رجلي ولا اي حاجه، هي اصابه في الوجه، لكن ان شاء الله باذن الله مروان يعود سريعا لتشكيل فريق النادي الاهلي سواء الاساسي او الفردي. لكن اللي انا باكد لك عليه المنافسه شرسه ومنافسه قويه جدا، الراجل حيره مع وليد ازارو وصلاح محسن، لكن وليد ازارو بنسبه كبيره وده اللي انا باكد عليه معاك يا كابتن ميدو اللي احنا شايفينه في ارضيه الملعب، التعليمات المستمره لوليد ازارو، الراجل عايز يشوفه بالفعل في مباراه كان سبورت. من الواضح ان وليد ازارو طبعا كاد ان هيكون التدريب الاخير، لكن من الواضح ان وليد ازارو هيكون في التشكيل الاساسيه في فريق النادي الاهلي. بجانب طبعا يعني محمد محمود اللي بنتمنى له ان شاء الله باذن الله العوده سريعا جدا للتدريبات بشكل كامل، يعني هو في شكل تدريجي ماشي في سعد الكبير وماشي في محمد محمود، بيحاول طبعا الجهاز الطبي والجهاز الفني المحافظه عليهم تهيئهم ظهورهم كمان، ده مهم جدا يا كابتن ميزو.